الخبير في الشأن الأمريكي والدبلوماسي السابق من واشنطن السفير مسعود معروف. مرحبا بك سيد مسعود، مرحبا. وأسألك ما هو الرد الذي تقبله واشنطن من إسرائيل، أو دعني أقول ما هو الهجوم الذي يمكن أن تقبله واشنطن من إسرائيل على إيران في هذه المرحلة؟ أولا تحية لك أستاذ محمد وتحية لمشاهديكم الكرام. في الوقت الحاضر الولايات المتحدة تسعى وتضغط على إسرائيل لكي لا تقوم إسرائيل بأي عمل. تفضل الولايات المتحدة أن تقف الأمور عند هذا الحد لأنها تخشى، الرئيس بايدن بالذات يخشى أن أي تطور وتصعيد للعمليات العسكرية في المنطقة وأي اعتداءات مقبلة على إسرائيل في حال ردت إسرائيل على إيران ستجبر الولايات المتحدة على الدخول في هذه الحرب في حال حصلت مثل هذه الحرب، وهذا أمر لا تريده الولايات المتحدة الآن، وخاصة الرئيس بايدن في هذه السنة الانتخابية التي ستضره كثيرا في حملته الانتخابية، علما أن الانتخابات ستجري بعد 6 أشهر وبضعة أيام من الآن. لذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أي نوع من الرد الإسرائيلي، وفي حال كان هنالك من غض نظر أمريكي ربما يكون في حال حصول أي شيء خارج الأراضي الإيرانية، ربما يكون ذلك، ولكن حتى الآن الموقف الرسمي والمعلن من الولايات المتحدة هو الضغط، إذا سمح استعمال هذه العبارة، أو التشديد على إسرائيل بالأحرى أكثر من ضغط، تشديد على إسرائيل بأن تقف الأمور عند هذا الحد، إذ أن إسرائيل قامت بعمل كبير جدا، خطر جدا، مخطئ جدا بالنسبة إلى خرق القانون الدولي وقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني في مبنى دبلوماسي لإيران، وحصل الرد الإيراني التي دعمت فيه الولايات المتحدة إسرائيل إلى درجة بعيدة جدا، وربما هذا ما كان يريده نتنياهو. يقول عدد من المراقبين هنا ويعتقدون ويشددون على أنهم متأكدون من أن نتنياهو قام بعمليته في سوريا في دمشق ضد إيران من أجل اجتذاب رد على إسرائيل لكي يسترد العطف الذي خسره من الأمريكيين، من الأوروبيين، من معظم دول العالم، حيث أصبحت إسرائيل في شبه عزلة. وقد يبدو أن الرئيس بايدن وقع في هذا الفخ وسارع، حتى قبل الاعتداءات الإيرانية سارع إلى إرسال بواخر حربية وطائرات لحماية إسرائيل، وجدد كما حصل بعد 7 أكتوبر جدد دعمه التام المطلق لإسرائيل، وهذا ما كان يريده نتنياهو بعد أن كان ولكن الرئيس بايدن نعم ينتقد نتنياهو. نعم ولكن سيد مسعود، يعني مجمل التصريحات الأمريكية لا تبدو رافضة، أو بمعنى لا تضع خطوطا حمراء أمام إسرائيل للإقدام على مهاجمة إيران على أراضيها حتى اللحظة، ومجمل التصريحات الأمريكية تظهر ملتزمة بأمن إسرائيل من ناحية، ومن ناحية أخرى تقول إن قرار الهجوم على إيران هو قرار إسرائيلي. لقد وضعت إصبعك على الجرح أستاذ محمد كما نقول، لأننا منذ فترة ونتحدث عن التناقضات في التصريحات الأمريكية في هذا الموضوع. من جهة الولايات المتحدة تطالب نتنياهو وتطالب إسرائيل بحماية المدنيين، بإدخال المواد الغذائية والمواد الإنسانية، وبحل الدولتين وغير ذلك من الأمور التي ترفضها علنا وبصراحة وبالصوت العالي إسرائيل. ومن جهة ثانية تقول الولايات المتحدة من الرئيس بايدن إلى أدنى شخص في الإدارة الأمريكية أننا سنستمر في دعم إسرائيل دون حدود، وأن دفاعنا عن إسرائيل صلب مثل الحديد. هذه هي العبارة بالذات التي استعملها بنفسه الرئيس بايدن عدة مرات، وفي ذلك قمة التناقض. من جهة ننتقد ما تقوم إسرائيل به، ومن جهة ثانية نكافئها عندما ننتقد ونلوم أحدا على عمل قام به،
نعاقبه ولا نكافئه، بينما ما تفعله الإدارة الأمريكية يؤدي إلى غموض وإلى عدم فهم فعلا ما تريده. ولكن نضع كل شيء الآن في إطار الحملة الانتخابية، والرئيس بايدن يود أن يرضي اللوبي الإسرائيلي القوي جدا في الولايات المتحدة من جهة، ومن جهة ثانية لا يريد أن يكون ملتصقا بسياسة نتنياهو الذي يقول دائما أننا نتقاسم مع الولايات المتحدة نفس القيم الإنسانية، ويقوم بقتل النساء والأطفال بهذه الصورة الوحشية. الرئيس بايدن والولايات المتحدة لا تريد أن تكون هذه القيم التي تتميز بها، لذلك نرى هذا التناقض، المصالح الانتخابية من جهة، ومن جهة ثانية النزعة نحو الإنسانية، نحو الحرية، نحو الديمقراطية، ونرى كل هذه الأمور بصورة فعلا غير واضحة إطلاقا، صادرة عن الولايات طيب المتحدة، عن هذه الإدارة سيد بالذات. مسعود، يعني مع وجود تصريحات أمريكية تشير إلى قلق الرئيس بايدن من أن نتنياهو يريد أن يجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية مفتوحة، ما الذي تتخذه واشنطن من إجراءات لكبح جماح بنيامين نتنياهو عن تلك السيناريوهات؟ نعم، هذا سؤال هام جدا. إدارة أمريكا والمراقبون الأمريكيون على الساحة الأمريكية والمراقبون غير الأمريكيين، الجميع هنا يشعر بأن نتنياهو يود أن يجر الولايات المتحدة إلى حرب لأسباب عديدة، من جهة لإطالة أمد الحرب والبقائه على الكرسي، من جهة ثانية لإحراج بايدن وتأكد من سقوطه في الانتخابات وعودة الرئيس السابق ترامب إلى البيت الأبيض، من جهة ثالثة ربما عبر خلق حرب في المنطقة، إشاحة النظر عما يحصل في غزة حاليا وعما يريد أن يفعله ربما نتنياهو في رفح. يعني هذه الأمور كلها تعرفها الولايات المتحدة وبايدن بالذات يعرفها، ولكن حتى الآن لم نرى منه أي عمل على الأرض، أي قرار فعلي، أي تهديد، أقلا تهديد لنتنياهو بعدم القيام بذلك. ولكن أنا شخصيا أعتقد أن نتنياهو سيتمكن من جر الولايات المتحدة والرئيس بايدن إلى حرب ما، سيقوم بعملية ما ضد إيران في الأراضي الإيرانية لخلق هذه المشكلة، ومن هنا نرى كيف ستتصرف الولايات المتحدة التي في هذه الحالة لن تستطيع إلا أن تدخل في الحرب وتدافع عن إسرائيل بالجنود وبالسلاح وبالطائرات. هذا أمر يعني فعلا مخيف في الوقت الحاضر، ولكنه محتمل، ليس مؤكد طبعا ولكنه محتمل الحصول. شكرا لك السفير مسعود معلوف، الخبير في الشأن الأمريكي والدبلوماسي السابق من واشنطن.